ايه يا سنية؟ نعم. ايه القرف اللي انتوا جايبينه يغني ده؟ احنا مش قلنا سمير صبري؟ طب انا ذنبي ايه؟ انا قلت لبابا. اللي خلص ده بقى هو الاستاذ صبري اللي كانوا مجننين روحهم عليه. يا اخي الجماعه الزواد دول ليهم تقاليع الواحد ما يفهمهاش. ده مطرب شديد، شفته نتع يا ليل ازاي؟ ولا يا عين يا عين يا علي. يا استاذ سعيد يلا رزق الهبل على المجانين. بقى ده سمير صبري، ده سمير صبري زي القمر. اسكتي يا نانا، انا مش ناقصاكي. بس بقى بطلوا كلام، انا حاسه ان هيجرالي حاجه. يا بنتي تقولي اتلموا بقى. اي نعم. يا اخويا ما تفرح بولادك ونجيب المخطب اياه الجميل. حياتك يا مخطب. بقول لك ايه يا حاجه؟ نعم. مش نقوم من معازيم بقى يتعشوا لحسن، انا جوعت قوي، وبعدين الاكل هيرصرص ومحشي الكرنب هيجلد. يا محشي ايه اللي هيجلد؟ انت عايزه الناس تسيب الفرح والفرفشه ويروحوا ياكلوا؟ ده لسه الست فيفي جايه ترقص دلوقتي ليه؟ مصرينا بالظبط. اما حته فرقه مين اللي جابها؟ تفتكري يعني مين صاحب الافكار دي؟ عاجبك اللي بيحصل ده؟ الناس يقولوا ايه؟ انتوا فضحتونا. قلت لك يا نبيل انا ذنبي ايه بس؟ والان نقدم لكم الراقصه المبدعه، الراقصه العالميه، نجمة التلفزيون ونجمة المسارح الاستعراضية والسلمة، الراقصة فيفي عبدو. ايه راقصة السلمة والتلفزيون؟ سلمة ايه؟ استنى، مش على بعضه كده، كله ورا بعضه، عايزين نتعشى كده. هتبوظلنا البروجرام يا مدام. ام العروسة عايزة كده. يلا اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا العشاء. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي، ده بالسمن البلدي. اتفضلي عن اذنك يا فتحيه، ثانيه واحده. اهلا وسهلا، اتفضلي. كلوا يا اخواننا، كل يعني اقول ايه بس، يعني ده انتوا اصحاب بيت. كل يا عبد، كل انت يا حبيبتي، كل. خدي يا اختي، خدي. ده عاملينه بايدينا والنبي، عاملينه بايدينا. شكرا يا حبيبتي. خدي. مفيش كراسي كده، الاكل ينزل في الرجلين. اروح اجيب لك كرسي يا حاج. لا خلاص، ما دام الكل واقف ادينا واقفين يا اخوانا. نوفا بيت، انتوا اصحاب يا نوفا. خد يا دينايا، خدي. خلاص هاخد يا خالتي. هات خدير، خد يا دينايا، خد يا خدير. امسك امك بعتها لك اهو. يلا ماما، هاتي حاجه. ليه يا اخويا؟ لا مش مكسوفه حاجه، ده بيتك ومطرحك. ده احنا طابخينه بايدينا. عارف انا عشان خاطر مش فاضي يا ماما. شوف كده، عندك حد ما اكلش؟ كله بياكل يا حاج. انا ما اكلتش مكرونه. فين فين في ايدك محشي ورق العنب؟ اهو اهو اهو. يا ولدي يا فادي يا فادي، ما كلوش يا جماعه. يا ماما خلي هاتي حبه. يا نوفا. ايوه يا ماما. يا باي، زن ولا كفير بايع كفير بايع. عملت لك ايه؟ ان شاء الله مره يا بنت. بس بقى انت تجيب لنا في الكام؟ قلت ادب ماما. هما خلاص، هو ده كده خلص. خلاص ايه ده؟ انت قول، انت خليك في نفسك. انا خليك في نفسك انت. خد يا بنت جد قرايب. عايزه اديك امانه كده تشيل زي مين؟ يا جماعه اهلا وسهلا. يا لا، بقول لك ايه؟ بقول لك انا مفيش اكل. هو انت مش فين بتهجد المره؟ مش عايز استفاد. دخلوا المطبخ، مالكش دعوه.